بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مشاهدي ومتابعي قناة النيل التعليمية وفي برنامجنا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع تخصص الملابس الجاهزة، وإحنا النهاردة مش هنقدم مادة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني الصناعي سواء الثلاث أو الخمس سنين. حلقتنا النهاردة خاصة بالأسرة ككل، سواء كان شباب وشاباتنا او ربات الاسره في المنزل، ازاي نقدر نستفيد من تخصص الملابس الجاهزه في مجال حياتنا العمليه، سواء هنقدر نشتغل في مصانع خاصه بالملابس الجاهزه او اصنع منتج خاص بيا او باختي، او لو انا ربه منزل ازاي استفيد من التخصص ده واصنع حاجه مفيده تكون ليا ولاسرتي وللدوله اللي انا عايش فيها كمان، تنفع بنتي او بنتي او اختي او جارتي. ازاي استفيد من مجال الملابس الجاهزه في حياتنا العامه؟ ازاي ممكن لو ينفع اعمل زي مشروع صغير، او ممكن نقدر نقول عليه مشروع متناهي الصغر، اقدر بيه ان انا ارتقي بمستوى الاقتصاد بتاع الاسره بتاعتي؟ ازاي استفيد من مجال الملابس الجاهزه ده في حياتي بوجه عام؟ كمان احنا عارفين ان في ناس كتير ممكن تكون درست تخصصات مختلفه، بس بيكون دماغها او تفكيرها ان هي تغير الكارير بتاعها، ان هي بتحب مجال الملابس الجاهزه وصناعه الملابس الجاهزه، فبنلاقي النماذج دي في حياتنا بوجه عام باشكال كتير. فازاي ان شاء الله هنتعلم مع بعض النهارده ازاي نقدر ننفذ قطعه ملبسيه اعملها بايديا. بنقول ان يعني في عندنا في مجال الملابس الجاهزه تنوع كبير جدا، مفيش حد مبدئيا بيقدر يستغنى عن الملابس في حياتنا خالص. التنوع اللي موجود عندنا سواء كان ملابس خاصه بالاطفال، ملابس خاصه بالنساء، ملابس خاصه بالرجال، طبعا عندي في ملابس رسميه او في الفورمه سواء كان بدله او تيير او غيره، في عندي البلوزه، عندي البنطلون، عندي الجيب، عندي التيير، كل دي نوعيات ملابس مختلفه طبعا مع اختلاف في القصات والموديلات والتصميمات الخاصة بيها، وبيختلف شكل حتى الموديل الواحد أو التصميم الواحد على حسب نوع الخامة. إن شاء الله النهاردة في حلقتنا هنبدأ مع بعض كده في مجال الملابس الخاصة بالنساء الحريمي، وهنشوف مع بعض إزاي أقدر أعمل موديلات متنوعة من البلوزات الحريمي اللي أقدر أنفذها، سواء أنا كطالب بشتغل دلوقتي في فترة الأجازة، قدمت في مصنع وفترة الأجازة دخلت في مراحل الإنتاج، برضو أكون فاهم الخط الإنتاجي بتاع البلوزة الحريمي ده ماشي إزاي، سواء أنا قاعد في البيت طالب أو طالبة في فترة الأجازة وعايز أعمل بلوزة خاصة بي أو بلوزة خاصة بأختي أخليها تستفاد من المجال بتاعي، أو زي ما احنا قلنا في الأول ربة أسرة وعايزة تفرح أولادها وتعمل لهم منتج بشكل يليق بيهم، وفي نفس الوقت برضو يكون الثمن بتاعه في متناول إيد الأسرة أو على حسب مستواها الاجتماعي. هنتعرف النهاردة مع بعض زي ما قلنا على نوعيات مختلفة أو يعني تدريبات بسيطة كده لتصميمات بسيطة للبلوزات الحريمي، وإن شاء الله هنكمل مع بعض برضو نوعيات مختلفة من الأكمام، إزاي أقدر أخلي شكل البلوزة مختلف عن طريق بس شكل الكم اللي احنا هنتعامل بيه. إذا ربنا برضو أراد إن شاء الله نتعرف برضو مع بعض إزاي أقدر أعمل الكول شال أو الكول تيير الخاص بالجواكت البدلة الحريمي أو جاكت التيير لو أنا عندي مناسبة مثلا هحضرها، أو أنا رايح أعمل انترفيو هقابل شخص ما أو هقدم في مكان ما، فبرضو بنبقى محتاجين إن احنا نروح بزي رسمي، ففي الحالة دي أقدر أعمل جاكت صيفي بسيط كده بالكول شال أو الكول تيير. هنبدأ مع بعض النهاردة نشوف كده في بداية حلقتنا إزاي أعمل موديلات بسيطة مختلفة للبلوزة عن طريق حاجة واحدة أساسية معايا، وهي تصريف بنسة الصدر خاصة بالجزء الأمامي للبلوزة، أو تصريف بنسة الخلف اللي هي خاصة بكتف الخلف، إزاي أقدر أعمل منها موديلات. هنشوف مع بعض كده معايا أول حاجة أماكن تصريف بنسات الكورساج. احنا في الحلقات اللي فاتت كنا اتعرفنا على الكورساج نفسه، الكورساج الحريمي ازاي انا اقدر اعمله من خلال طريقة اخذ المقاسات الخاصة بالجسم البشري للمرأة
المرأة المصرية طبعا في الفترة الحالية، ازاي اقدر من خلال المقاسات دي اقدر احولها لابعاد خطوط طولية وخطوط عرضية، واقدر اعمل منها شكل مسطح لرسم الباطون. فبناء على الكورساج الاساسي اللي احنا شفناه في حلقاتنا اللي فاتت مع بعض وطريقة اخذه، كان في عندنا بنسة للصدر دي اللي احنا هنتغير مكانها. تصريف البنسة يعني تغيير مكانها، بدل ما هي موجودة في الشكل الاساسي اللي موجود عندي في منطقة الصدر هنا، ازاي اقدر اغير مكانها في مكان ما، سواء كان في الكتف او في حردة الابط او في خط الجنب او في غيره، في اماكن مختلفة، وعلى اساسها بتديني موديلات مختلفة. نشوف كده مع بعض. بنقول اول حاجة المقصود بيها هو نقل مكان البنسة الاصلي الى مكان اخر تبعا وحسب تصميم الموديل. كمان بيقول لي كما يمكن نقلها الى عدة اماكن معا، يعني مش شرط ان انا انقلها في مكان واحد بس، انا ممكن انقلها في مكانين مع بعض او في ثلاث اماكن، تمام، والتي تؤدي الى تسطيح نموذج الكورساج. معنى كلمة تسطيح يعني ما بيدينيش الارتفاع الخاص بمنطقة الصدر، لا بيخليها لي حاجة كاجوال مسطحة ما فيهاش اي بروز خالص خاصة بالجسم، اللي هي زي التيشيرتات او البلوزات الكاجوال اللي احنا بنلبسها في الفترة العملية او في الفترة الصباحية واحنا رايحين الشغل، ما بيبقاش فيها اي نوع من انواع البروز اللي ظاهرة فيها، ففي الحالة دي بنسميها تسطيح لبنسة الصدر. نشوف كده مع بعض. هنعرف اول حاجة اتفقنا انواع البنسات الخاصة بالكورساج، عندي بنسة الصدر ودي موجودة في الامام، وعندي بنسة الكتف ودي موجودة في الخلف. طيب ايه هي اماكن تصريف بنسة الصدر نفسها؟ عندي سبع حالات او سبع اماكن اقدر انقل فيهم بنسة الصدر. اول حاجة عندي ممكن انقل بنسة الصدر في حردة الابط، تمام، عن ممكن انقلها في حردة الرقبة اللي هي طبعا الرقبة الامامية، لان احنا بنتكلم على منطقة الصدر ودي موجودة في الامام، ممكن انقلها في خط الجنب، ممكن انقلها في خط كتف الامام، ممكن انقلها في خط نصف الامام، ممكن خط نهاية المنتج، وفي حاجة اسمها البنسة الفرنسية ودي هنعرفها مع بعض بالتفصيل. نبتدي كده نشوف مع بعض. ده لو تفتكروا معانا ده لما اجي اخد الكورساج الاساسي اللي هو الخاص بالامام، عبارة عن حردة الرقبة اهي الامامية، وده بالنسبة لي الخط الطولي، ده خط نصف الامام، وعندي ده الكتف بتاع الامام، وهنا ده حردة الابط الامامية، والجزء الصغير في الجنب ده خط الجنب بتاعي، وده اللي بيكون فيه الخياطة ومكان التصاق الامام مع الخلف، تمام. اللي تحت ده بيبقى بنعتبره خط نهاية المنتج بتاعي او خط نهاية البلوزة. طيب امال ايه الجزء السابع ده؟ هو ده اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، اللي هي بنسة الصدر بتاعة الكورساج في الامام، وهي دي اللي بتديني البروز او الارتفاع الخاص بالمنتج في منطقة الصدر. طيب احنا بنتكلم اماكن نقلها زي ما حضراتكم شايفين كده معايا، ادي السبع اماكن. اول واحد اهو رقم واحد اللي هو كان في تصريف ان انا انقل البنسة الاساسية دي في حردة الابط اهي رقم واحد. رقم اتنين ان انا انقلها في حردة الرقبة الامامية اهو، باجي من نقطة البنسة الصدر وانشي بيها خط مستقيم لحردة الرقبة الامامية. نفس الحكاية عملته من نقطة بروز المنطقة بنسة الصدر، امشي خط مستقيم برضو لحردة الابط. في عندي رقم ثلاثة ادي اهو تصريف البنسة او نقلها في خط الجنب او الخط الفاصل بين الامام والخلف، او خط الخياطة اللي هيربط لي بين الامام والخلف. عندي كمان رقم اربعة لما اجي انقلها في خط الكتف بتاع الامام، برضو هيتبقى بالمنظر ده من نقطة بروز بنسة الصدر الى خط الكتف. كمان عندي ان انا ممكن انقلها في خط نصف الامام، وسادس خط عندي اللي هو ممكن انقلها في او اصرفها في خط نهاية المنتج بتاعي، وده احيانا ممكن استخدمه في عمل التوسيع الخاص بالبلوزة نفسها. وفي عندي اللي هي النقل السابع او التصريف السابع، وده اللي بنسميه البنسة الفرنسية، وزي ما حضراتكم كده شايفينها معايا ده بيبقى مكانها في التقاء نقطة التقاء نهاية خط نهاية المنتج بتاعي وخط نهاية البلوزة مع نهاية خط الجنب.
وهنشوف ازاي هي دي طريقتها بتكون مختلفة او حجمها بيكون مختلف تماما عن باقي تصريف البنسات. طيب ايه هي خطوات بقى تصريف بنسة الصدر؟ بنقول مع بعض كده، انا عندي بنسة الصدر هقسمها لمجموعتين. المجموعة الاولانية اللي هي الخاصة بتصريفها في خط الكتف وخط الجنب والإبط والرقبة وخط منتصف الأمام، دي كلها بتتم بطريقة واحدة. يعني معنى الكلام ده ان السبع تصريفات انا اللي هي الخاصه بتصريف بنسة الصدر بقسمهم لمجموعتين، سته منهم بيكونوا بنفس الطريقه ما عدا بنسة واحده اللي احنا بنسميها البنسة الفرنسيه، دي بتكون مختلفه شويه لان هي بتكون زي ما هنشوف مع بعض بيكون حجمها مختلف تماما ومكانها مختلف لان هي في نقطه التقاء نهايه البلوزه مع خط الجنب، فبتديني شكل مختلف خالص عن باقي تصريف البنسات. هنشوف كده مع بعض اول خطوه. بيقول لي اول حاجه يعد النموذج الاساسي لكورساج الامام. يعني ايه يعد؟ يعني بنجهزه بنرسمه وبفصل جزئية الأمام عن جزئية الخلف زي ما احنا شفناها في الجزئية اللي كانت معانا. احنا فاصلين الأمام بس منفصل عن الخلف، فأنا كده يعد الجزء أو النموذج الأساسي لكورساج الأمام. تاني حاجة يرسم خط مستقيم من أحد الأماكن المحددة سلفا، اللي هي اللي أنا عايزة أصرف فيها أو أنقل فيها بنسة الصدر زي ما احنا اتفقنا قبل كده، سواء كان في خط الكتف أو الجنب أو في حردة الإبط أو في حردة الرقبة الأمامية أو في خط نصف الأمام، تمام؟ فأنا بحدد أنهي مكان فيه أو أنهي نوع هنقله فيه حتى نقطة بنسة الصدر اللي هي النقطة اللي احنا كنا شاورنا عليها قبل كده. أهي هدي مثال، مثلا أنا هنا دي هنقلها أو هصرف بنسة الصدر في حردة الرقبة الأمامية، عملت خط مستقيم، أنا كده أول حاجة عديت أو رسمت الكورساج الأمامي، تمام؟ وفصلته عن جزئية الخلف، وآدي بنسة الصدر موجودة عندي، عملت خط مستقيم بين نقطة بنسة الصدر اللي هو الخاص بنهايتها للمكان اللي أنا حددته عايزة أنقلها فين، وليكن في حردة الرقبة الأمامية، تمام كده؟ طيب ايه اللي هعمله بعد كده؟ بيقول لي يقص على هذا الخط المستقيم اللي انا حددت المكان اللي انا عايز انقل التصريف فيه بعد كده، ثم تغلق بنسة الصدر الأساسية، ثم تغلق بنسة الصدر الأساسية اللي هي البنسة الأساسية اللي انا عايز انقلها، تمام؟ فنجد ان بنسة الصدر نقلت الى المكان الجديد، ثم يقلل طول البنسة الجديدة 2 سنتي. نشوف مع بعض كده الكلام ده. وليكن انا عندي هنا كان اول تصريف عندي احنا عملناه في حردة الإبط زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي كانت البنسة الاساسية ده مكانها، انا حددت في حردة الإبط الخط وشقيت عليه فالمكان ده اتفتح، تمام؟ اتفتح ازاي؟ لما قفلت بنسة الصدر الامامية زي ما حضراتكم شايفين معايا كده، كان المفترض هنا في البنسة الاساسية، انا هنا هتلاقوا كده خط الكتف بقى قريب من الرقبة او تطابق مع نقطة التقاء الرقبة الأمامية، قبل كده كان فيه هنا مسافة، دي أنا لغيتها، أنا كده رجعت خط الكتف لوضعه الطبيعي. طيب معنى كده أمال البنسة الأساسية اللي هي الخاصة ببنسة الصدر اللي كانت هنا راحت فين؟ زي ما حضراتكم كده شايفين معايا ادتني اللي هي منظر السبعة دي، ده مكان نقلها، اتنقلت هنا في حردة الإبط الأمامية، يبقى بدل مكان مكانها هنا أنا نقلتها في حردة الإبط. طيب وبعد كده هو كان قال لي احنا بنقلل حجمها او بنقلل طولها 2 سنتي، ادي نقطة البروز الخاصة ببنسة الصدر الاساسية بتاعتي، شايفين حضراتكم احنا هنا في قلم اهو، دخلنا هنا مقدار 2 سنتي، وبعد كده من النقطة الجديدة دي اعتبرت ان هي خلاص نقطة البنسة الجديدة بتاعتي، ابتديت اخد خطين لبداية البنسة زي ما حضراتكم شايفين، يعني عملت تعديل للبنسة، قصرت طولها، كأني قصرت طولها. طيب التصريف ده انا ممكن استخدمه في ايه؟ ممكن يديني الشكل الخاص بالجزئية دي، طيب اللي هو من بنسة الصدر هنا لحردة الإبط. طيب انتوا لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان انا ممكن استخدم تصريف لمكانين مع بعض في وقت واحد زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هو اداني في الاخر شكل البرنسيس، لو حضراتكم تركزوا معايا هتعرفوا ان احنا صرفناها في حردة الإبط وفي نفس الوقت صرفتها في خط نهاية المنتج بتاعي او البلوزه بتاعتي، يبقى انا كده صرفتها في مكانين مع بعض اللي هو اداني شكل
قصة البرنسيس اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي احيانا بتيجي من حردة القبط واحيانا تانية بنلاقيها خط مستقيم جاي من الكتف، تمام. وطبعا عارفين ان سبب تسمية قصة البرنسيس دي لان هي كانت زمان في الفترات التاريخية كانت بتتعمل في الملابس الخاصة بالبرنسيسات او العائلات المالكة او الحاكمة، فعلى الاساس ده سميت ببنسة البرنسيس، تمام. نيجي نشوف تصريف تاني للبنسة، وليكن احنا عايزينه في حردة الرقبة الامامية زي ما حضراتكم شايفين. ادي البنسة الاساسية بتاعتي، انا كنت حددت من نقطة بروز بنسة الصدر او نهاية البنسة الاساسية، اخدت خط لحردة الرقبة شقيت عليه بالمقص وعلى اساسه قفلت بنسة الصدر الاساسية. شايفين اتنقلت البنسة بتاعتي بدل ما كانت عند خط الكتف هنا او فصلالي الرقبة عن الكتف، لا هنا بقت في نص الرقبة. ادي الرقبة الامامية نصها هنا ونصها هنا، امال المسافة دي ايه؟ ده مكان نقل البنسة الخاصة بالصدر اللي هو تصريفها في حردة الرقبة الأمامية. وبرضو نفس الحكاية زي ما قلنا قبل كده، من النقطة الأساسية لبنسة الصدر قللت طول البنسة الجديدة اهو، قللته هنا 2 سنتي، وابتديت أعدل خط البنسة الجديد من هنا بوصل للطرف، والخط التاني برضو من النقطة الجديدة للطرف التاني. يبقى في الحالة دي أنا كمان عدلت في البنسة إن أنا قللت طولها. طيب انا ليه بقلل طول البنسة بوجه عام؟ لان انا لو خليتها على مكانها الطبيعي بتعمل منظر مش لطيف عند منطقة البروز الخاصة بالصدر في منطقة الامام، ففي الحالة دي انا بقلل طولها شوية، تمام. انا بقلل طولها علشان ما تبانش سواء كان في حردة الرقبة او في حردة القبط، بخليها بعيدة عن بروز منطقة الصدر زي ما حضراتكم كده شايفين معايا في الرسمة بتاعتنا. ده شكلها لما هتتصرف، ممكن تديني الموديل ده، واحيانا بستخدمه في عمل كشكشه، بتبقى الموديلات لذيذه قوي، او كسرات هنا اقدر احطها، بستغل تصريف البنسه ده واعمل منها كسره يمين وكسره شمال بتديني الشكل المطلوب. وزي ما حضراتكم شايفين بدل ما بروز الصدر بيبقى هنا وهي هتبتدي معايا من اول هنا، لا انا بقلل طولها شويه علشان خاطر ما تدينيش الشكل اللي هو الغير مرغوب فيه او اللي هيكون غير مستحب. نيجي نشوف تصريف ثالث، وهو اللي موجود عندي في خط الجنب زي ما حضراتكم برضو شايفين معايا كده في الموديل اهو بالمنظر ده. هنا ده بالنسبة لي ده خط الجنب، فانا نقلت البنسة خليتها في خط الجنب، وبرضو زي ما انتم شايفين بدل ما البروز بتاع منطقة الصدر كان هيبقى هنا، انا قللت طولها شوية علشان يكون الشكل مرغوب فيه. طيب اجي انفذ الباترون بتاعها ازاي؟ زي ما احنا عارفين بعد النموذج الاساسي لكورساج الامام، حددت الخط بتاعي اللي هنقل فيه البنسة الجديدة او هصرف فيه بنسة الصدر لمكان جديد، قفلت البنسة الاساسية بتاعتي وعلى اساسها اتنقلت زي ما حضراتكم شايفين معايا هنا لمكانها الجديد. هاجي من منطقة نقطة نهاية البنسة الخاصة بالصدر الاساسية او منطقة البروز، وهقلل طولها زي ما حضراتكم شايفين كده، هدخل لجوه مقدار 2 سنتي، وابتدي اعدل ضلعين البنسة من جديد. ادي من النقطة الجديدة لطرف الباترون بتاعي، وتاني من النقطة التانية اهي للطرف التاني، وعلى اساسها يبقى انا زي ما حضراتكم شايفين كده بالقلم معايا، انا قللت طول البنسة، عملت تعديل للبنسة، وده طبعا علشان خاطر زي ما اتفقنا وقلنا الشكل المرغوب فيه. نيجي نشوف تصريف تاني اهو في خط الكتف بقى، تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا في خط منتصف الكتف، انا برضو نفس الحكاية حددت المكان اللي انا عايزة انقل فيه البنسة، ووصلت خط مستقيم قصيت عليه، قفلت البنسة الاساسية بنسة الصدر الاساسية، فتلقائي هي اتنقلت معايا للمكان التاني زي ما حضراتكم شايفين اهو في خط نصف الكتف. قللت او عدلت في البنسة ان انا قللت طولها اهو من نقطة البروز الاساسية، دخلت لجوه مقدار 2 سنتي، وابتديت اعدل ضلعين البنسة من جديد اهو زي ما حضراتكم شايفين، ففي الحالة دي انا بقلل طولها. طيب انا ممكن استخدم برضو زي ما قلنا الموديل ده
او تصريف البنسة دي مع تصريف بنسة تانية، ممكن زي ما احنا قلنا في عندي قصة البرنسس، ممكن في الحالة دي اعمل برضو تصريف تاني في خط نهاية المنتج، وفي الحالة دي بيجيلي الموديل اللي هي البرنسس زي ما احنا متفقين من خط الكتف لخط نهاية المنتج بتاعي، وبتبقى القصة طولية. يبقى احنا عرفنا قصة البرنسس الاولانية اللي هي كانت من حردة الباط جت معايا بدوران، وهنا البرنسس الطولية اللي هي بتيجي من خط الكتف لخط نهاية المنتج بتاعي او البلوزة بتاعي. تصريف كمان وهو بيبقى في خط منتصف الامام، انا في الحالة دي ممكن برضو زي باقي الحالات، هو مش دي اماكن محددة، يعني انا مش ثابت معايا خط نصف الكتف، مش ثابت معايا خط في منتصف خط نصف الامام، مش ثابت معايا في خط في نص خط الجنب، لا خالص، انا ممكن اغير المكان بتاعي، يعني ممكن اصرف البنسة بتاعتي، ممكن اصرفها في نهاية الكتف، ممكن اصرفها في التلت الاولاني من حردة الابط، ممكن اصرفها في التلت الاخير من حردة الابط، معايا خط الجنب كله ممكن اصرفه في اي مكان، مش لازم في منتصف المسافة بتاعة الخط، لا ممكن يبقى في التلت الاولاني في التلت الاخير زي ما انا بحدد او حسب الموديل اللي موجود في دماغي، وعلى اساسه بقدر انوع في المنتج بتاعي. فمعنى كده ان الاماكن دي مش ثابته معايا، اللي احنا بنعرضها معانا دي مش دي اماكن ثابته، دي الخطوط الاساسية اللي هي ثابته معايا، دي سبع اماكن او سبع خطوط اقدر اصرف فيهم بنسة الصدر، لكن في منتصف الخط ده مكان ثابت اساسي؟ لا طبعا، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، وليكن في تصريف منتصف في خط نصف الامام، ممكن انا اصرفها في خط المنتصف، يعني الموديل ده هيجي معايا تصريف البنسة في المنطقة دي في خط النص بالظبط، تمام؟ لا انا ممكن اخليها في خط نصف الامام بس تحت، يعني هيبقى التصريف معايا لتحت هنا، ممكن انا زي ما انا عاملينها كده مخلينها في التلت الاخير من خط منتصف الامام او خط نصف الامام، فهي دي حرية شخصية او على حسب الموديل اللي انا حابب اعمله. فالخطوة بتاعتنا زي ما احنا عارفين، ادي الكورساج الاساسي الخاص بالامام، حددت المكان اللي انا عايزه اشق عليه او انقل البنسة فيه او اصرف بنسة الصدر انقلها في مكان جديد، شديت الخط وقصيت عليه بالمقص، قفلت بنسة الصدر الأساسية زي ما حضراتكم شايفين، فتلقائي بتتفتح معايا في المكان اللي أنا حددته اللي أنا قصيت عليه الخط المستقيم، برضو بقلل حجم البنسة زي ما حضراتكم شايفين من نقطة بنسة الصدر الأساسية للداخل مقدار 2 سنتي، وبعدل الضلعين بتوع البنسة الجديدة. تصريف كمان اللي هو بيكون في نهاية المنتج بتاعي زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، ممكن انا برضو استخدمها في عملية توسيع المنتج بتاعي، البلوزة بتاعتي ممكن اخليها متسعة شوية من اسفل، ده حسب الرغبة، او ممكن وانا بصرفها ارجع المها تاني او اخدها بخط خياطة تاني وبيعمل لي اللي هو التقسيم الخاص بمنطقة الخصر او الوسط بتاعي. نيجي نشوف برضو نفس الخطوات بتاعتنا، احنا اتفقنا ان المجموعة دي كلها خطوات واحدة، ادي الشكل الاساسي الخاص بالكورساج، حددت المكان اللي هصرف فيه الجديد اللي هو موجود عندي في نهاية المنتج بتاعي، قفلت شقيت الاول بالمقص على الخط الجديد، وبعد كده قفلت بنسة الصدر الاساسية هي اتنقلت تلقائي زي ما حضراتكم شايفين اهي معايا، بقلل طول البنسة اللي هي عملية التعديل اللي احنا متفقين عليها الاتنين سنتي، وببتدي اعدل ضلعين البنسة من جديد، تمام؟ كده انا بالنسبة لي خلصنا الست تصريفات او الست الاماكن الاساسيين معايا لتصريف بنسة الصدر، باقي معايا بنسة واحدة وهي دي اللي احنا قلنا فيها بعض الاختلاف شوية، اختلاف بسيط خالص، وهي بنسميها البنسة الفرنسية، واتفقنا ان البنسة الفرنسية دي هي نقطة التقاء، هو الخط اللي هو بنقل فيه بنسة الصدر الأساسية للمكان التاني، المكان التاني ده بيكون في نقطة التقاء نهاية خط المنتج مع خط الجنب، يعني بتكون في الركنة الجانبية للمنتج بتاعي، عشان كده احنا سميناها الفرنسية لان هي خاصة بالموديلات الفرنسية قديما. طيب ايه هي الميزة اللي بتميزها؟ بنقول ان هي بتجمع بين بنستين، يعني ايه بتجمع بين بنستين؟ يعني في المنطقة دي ببقى انا عندي
البنسة الأساسية الخاصة بالصدر، وعندي كمان البنسة الخاصة بالتجسيم الخاص بمنطقة الخصر في نهاية المنتج. بقفل البنستين دول وأنا بشق على الخط الجديد بالمقص بتاعي اللي هو في مكان البنسة الفرنسية. فلما بتتقفل البنستين بلاقي حجم البنسة الفرنسية دي بقى حجم كبير جدا، فهو ده الاختلاف. يبقى أنا بقفل في البنسة الفرنسية دي مش بنسة واحدة، مش بنسة الصدر بس، لا أنا بقفل بنستين، البنسة الخاصة بالصدر دي أول واحدة اللي هي الأساسية الثابتة معايا في كل التصرفات السابقة. الجديد إن أنا بقفل معاها البنسة الخاصة بتجسيم الخصر. يبقى في الحالة دي البنسة الفرنسية هي مكان نقل بنستين للكورساج، بنسة الصدر وبنسة تجسيم الخصر. هنشوف كده مع بعض، ادي تصريف بنسة الصدر اللي هي عمل البنسة الفرنسية. بنقول هي بنسة بتقع في تقاطع نهاية خط الجنب مع نهاية خط المنتج. هي بنسة بتجمع بين بنسة الصدر الأساسية وبنسة الخصر اللي هي الوسط الخاصة بالتجسيم. بنتبع فيها نفس الخطوات السابقة مع اختلاف بس غلق البنستين اللي هم الخاصين بالصدر والخصر في نفس الوقت. بصوا حضراتكم كده معايا، ده الكورساج الأساسي. حددت المكان اللي هو كان في نهاية خط المنتج بتاعي أو نقطة التقاء نهاية المنتج مع نهاية خط الجنب زي ما حضراتكم شايفين. ده الخط اللي أنا عملته اللي هو مكانه هنا أهو، من نقطة نهاية بنسة الصدر أو البروز الخاص بيها في الركنة الجانبية للباترون الخاص بالكورساج الأمام. شقيت عليه بالمقص، قفلت بنسة الصدر الأساسية، وفي نفس الوقت زي ما حضراتكم كده شايفين معايا قفلت بنسة الخصر أو تجسيم الخصر. لما قفلت البنستين مع بعض زي ما حضراتكم كده شايفين حجم البنسة، حجم البنسة الفرنسية كبير جدا ومختلف عن باقي البنسات الأخرى. لما بتتقفل بيرجع لي المنتج بالمنظر ده، فهو ده الاختلاف الوحيد عن باقي تصريفات البنسات الستة الأخرى. تمام، يبقى لما يجي أعمل شكل الموديل ده لازم أغلق أو أقفل البنستين الخاصة بالصدر وخصر التجسيم الخصر. نيجي بقى بعد كده نتكلم عن تصريف بنسة الخلف أو بمعنى أدق كتف الخلف. أنا الأساسي معايا تلات تصريفات أو تلات أماكن، بل هل يعني بس هي بتقتصر على دول بس؟ طبعا لأ، أنا ممكن أصرفها في أماكن أخرى كتيرة. يعني ممكن أصرفها في الرقبة، حردة الرقبة الخلفية، ممكن أصرفها في كتف الخلف، ممكن أصرفها في حردة الإبط الخلفية، أصرفها في حردة الجنب أو في خط الجنب أو اللي هو الخط الفاصل بين الأمام والخلف في خط نهاية المنتج بتاعي، وهي برضو بتديني التوسيع اللي أنا محتاجه اللي بيعادل التوسيع اللي أنا ممكن أعمله في الأمام، لو خصوصا لو أنا هعمل تصريف بنسة الأمام برضو في نهاية المنتج، فبيعوض لي التوسيع في الأمام بيتعادل مع توسيع الخلف عشان يحصل توازن بين أجزاء المنتج وبعضها سواء كان الأمام مع الخلف. كمان ممكن أعمل لها تصريف في خط نصف الخلف، بس احنا بنقول ان الاماكن البعيدة احنا ما بنحبش نعملها في تصريف بنسة الخلف، لان زي ما حضراتكم عارفين ان بنسة كتف الخلف لما رسمناها في الباترون قبل كده كان حجمها صغير، فلما باجي اعمل الخط اللي انا هنقل عليه البنسة المكان الجديد او هصرف عليه بنسة الخلف في المكان الجديد بنلاقي ان المسافة كبيرة جدا فبتدي الشكل غير مرغوب فيه. فعلى اساسه احنا بنحدد اماكن تكون قريبة إلى حد ما للبنسة الخاصة بالخلف وتكون مناسبة مع حجمها. بتكون الأماكن دي الأساسية ثابتة معايا أو بتكون أفضل في حردة الرقبة الخلفية، في حردة الإبط، في خط الكتف. طبعا بيختلف معايا، ممكن أعملها في التلت الأولاني لكل منهم أو في منتصفه أو في التلت الأخير على حسب الموديل زي ما احنا متفقين. هنيجي نشوف كده مع بعض. ممكن زي ما احنا قلنا اهو في خط نهاية المنتج اللي هي اماكن تصريف بنسة كتف الخلف، خط نهاية المنتج، حردة الإبط، خط نصف الخلف. مش هي دي الاماكن بس، احنا زي ما اتفقنا ان في اماكن مختلفة كتير.
شوفوا كده حضراتكم معايا. برضو ببقى محتاج ان انا ارسم الكورساج الاساسي الخاص بالخلف زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي. شايفين حضراتكم حجم بنسة الخلف صغيرة جدا بمقارنتها ببنسة الصدر، تمام؟ زي ما حضراتكم كده شايفين انا ممكن اعملها في نهاية المنتج بتاعي، ودي بستخدمها في التوسيع زي ما قلنا، ممكن اعملها في حردة الإبط، ممكن اعملها في خط نصف الخلف، ممكن كمان في حردة الرقبة الخلفية، وطبعا في خط الكتف ممكن اعملها في نهايته، ممكن اعملها في بدايته على حسب الموديل بتاعي، يعني مش دي الاماكن الثابتة ليها بس. نيجي نشوف بقى الخطوات بتاعتها، خطوات التصريف. اول حاجة بنقول ان بتصرف بنسة كتف الخلف في كل من اماكن اللي هي خط الكتف، في حردة الإبط الخلفية، حردة الرقبة الخلفية، خط نصف الخلف، وخط نهاية الكتف أو في نقطة نهاية الكتف. برضو كلها بتتم بطريقة واحدة، وزي ما شفناها هي نفس الطريقة المتبعة في تصريف بنسة الصدر في الأمام. إزاي؟ زي ما حضراتكم كده شايفين، يعني أنا هنا الموديل اللي قدامي وليكن احنا هنصرفه في حردة الإبط الخلفية، تمام؟ اهو انا رسمت الكورساج الاساسي الخاص بالخلف، حددت المكان اللي انا هصرف فيه وشقيت عليه بالمقص لحد نهاية او نقطة نهاية البنسة او بروز بنسة الكتف الخاصة بالخلف، قفلت بنسة الكتف الخلفية وابتديت اعمل عملية تعديل لطول البنسة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، بقصر طولها من النقطة الأساسية للداخل مقدار 2 سنتي، وابتدي أعدل ضلعين البنسة من جديد، يعني بوصل النقطة الجديدة اللي احنا حاطينها لبداية البطرون ونقطة البداية التانية. يبقى أنا كده عدلت أول حاجة، نقلت البنسة، هي اتنقلت تلقائي لوحديها، وأنا عدلت في طولها برضو علشان خاطر ما يدينيش شكل غير مرغوب فيه. طيب انا كنت محتاجه اعرف من حضراتكم انا ليه اساسا بعمل البنسه الخاصه بكتف الخلف، هتفيدني في ايه؟ زي ما احنا عملنا البنسه الخاصه ببنسه الصدر وعارفين ان الفايده الاساسيه بتاعتها ان هي بتديني احساس البروز الخاص بمنطقه الصدر في الامام، نفس الحكايه احنا عندنا عظمه اللوح اللي موجوده ورا، في عندي ارتفاع كده للعظمه الخلفية للجسم، هي عظمة اللوح، بس الارتفاع بتاعها او البروز بتاعها طبعا غير مقارن، او مفيش وجه مقارنة خالص بين ارتفاعها وارتفاع منطقة الصدر، غير ان هي كمان مرتفعة، يعني البروز بتاعها عالي لفوق غير منطقة الصدر في الامام. فعلشان كده احنا عملنا البنسة تكون حجمها او طولها قصيرة وفي نفس الوقت حجمها قليل، لان عظمة اللوح ما بتدينيش البروز الشديد اللي هو نفس بروز منطقة الصدر. يبقى احنا الفايدة الاساسية اللي بنسة الكتف الخلفية هي بتعالج منطقة او بتوازي منطقة عظمة اللوح اللي موجودة في الظهر عندنا من ورا، بتناسب عاملينها صغيرة او طولها قصير بتناسب مكان عظمة اللوح اللي موجودة في الجسم الطبيعي طبعا، وحجمها قليل علشان خاطر ارتفاع عظمة اللوح برضو بيكون قليل. كمان بتفيدني في المناطق، لو حد عنده مثلا مش هنقدر نقول يعني إعاقة او زي ما بنقول يعني حالة مرضية، الناس في بعض الحالات بيبقى عندها الأتب او انحناء بسيط كده في منطقة الظهر، فهي دي بتفيدني ان انا اقدر استغلها وازود في الاتساع الخاص بمنطقة الظهر، فبتسمح لي بزيادة في عرض الظهر شوية، فبتريح الجسم اللي لابسها. فبرضو احنا عارفين ان كل حاجة بنعملها بيكون ليها مناسبة او ليها سبب لازم نقدر نستغله ونستخدمه بالطريقة المناسبة. كده يبقى احنا اشتغلنا مع بعض تصريف البنسات، سواء كان بنسة الصدر الخاصة بالامام او بنسة الكتف الخاصة بالخلف، وعرفنا ازاي اقدر استغلها وازاي اقدر اتعامل بيها واعمل بيها موديلات مختلفة او تصميمات مختلفة في البلوزة بتاعتي، ازاي اقدر منها بمجرد بخط واحد
ازاي اقدر اعمل نوعيات مختلفة من الموديلات واشكال مختلفة في الموديلات تقدر ان هي تفيدني، سواء كان في لي انا شخصيا او سواء اخواتي سواء اولادي سواء جيراني، تقدر تفيدني لو انا ومجموعة من اصحابي برضو حبينا نعمل مشروع صغير واتفقنا مع بعض وابتدينا نسوق حتى للمنطقة بس اللي احنا عايشين فيها في فترة الاجازة، او لو لربات البيت والأسرة حابين برضو يرفعوا زي ما قلنا من مستوى المعيشة، ممكن نبتدي بحاجات بسيطة زي اللي احنا أخدناها النهاردة بخامات برضو تكون بسيطة بس تكون بخامات متنوعة عشان أقدر أجذب بيها الناس إن هي تشتري، وفي على أساسها بقدر أرفع من مستوى الأسرة بتاعتي. بالنسبة برضو للطلبة والطالبات بتبقى عملية تدريب ليهم يقدروا إن هم ما ينسوش المناهج اللي درسوها وفي نفس الوقت استفادوا بيها، كمان لو حبوا ان هم يكملوا في المصانع او يشتغلوا في المصانع فدي هتفيدهم، لان هم لما بيشتغلوا في خطوط الانتاج ما يبقاش واقف مش فاهم هو ايه الخطوه اللي بيعملها، مش عارف اذا كانت دي بتاعت ايه، مجرد ان هو قاعد على المكنه بس بيخيط خط الخياطه ده بس، لا برضو يكون فاهم لو حصل اي عطل لو حصل اي تغيير هو برضو يقدر يواكب الخطأ اللي حصل قدامه ويتداركه ما يقعش فيه وما يعرضش نفسه لمشاكل او لا قدر الله للخصم او ايا كان. احنا حابين ان احنا نستفيد من المجال بتاعنا في حياتنا العملية. نيجي بقى نشوف حاجة تانية معانا اقدر برضو استخدمها في نوعيات مختلفة للبلوزات الحريمي، ان او طبعا الفساتين اقدر اغير بيها من الاشكال بتاعه المنتج بتاعي، وهي نوعيات الاكمام. نوعيات الاكمام انا عندي مجموعه حوالي 3 او 4 انواع. النوع الاساسي عندي هو الكم الاساسي خالص اللي احنا بنسميه الكم التركيب، وهو من قطعة واحدة اللي احنا بنستخدمه او بيبقى ظاهر معانا في كل البلوزات اللي احنا بنلبسها، كم بسيط خالص. برضو احنا شفنا قبل كده خطوات رسم البطرون بتاعه وعرفنا بقدر ارسمه ازاي على حردة الابط الخاصة بالكورساج الجزء العلوي للبلوزة، ازاي اقدر ارسمه بالخطوات والمقاسات بتاعت حردة الابط وطول الدراع وطبعا محيط الرزق، ازاي اقدر اعمل البطرون الاساسي وهو بيبقى كم بسيط خالص زي ده، حردة ابط وخط خياطة عندي في النهاية بتاعته او في الجزء اللي بيربط لي بين الامام والخلف. في عندي برضو كم تاني بنسميه الكم الكيمونو او بنسميه الجابونيز، واحنا بنقول عليه الكيمونو لان هو من اسمه كده هو مرتبط بالكم الخاص بالكيمونو اللي هو متعارف عليه في اليابان. الزي الكيمونو ده اشهر زي رسمي موجود في اليابان او هو المتعارف عليه، بيلبسه طبعا جميع الفئات سواء كان اطفال رجال نساء صغار في السن كبار في السن شباب شابات وهكذا. الكم ده يعني كان ليه رواج كبير او كان شكله مختلف تماما عن باقي الاكمام، وزي ما هنشوف مع حضراتكم هو بيديني شكل مختلف للبلوزة او للفستان اللي هيتلبس او هيتعمل بيه الكم الكيمونو. في برضو عندي كم تاني اللي هو الكم الرجلان، وده بيبقى ظاهر اكتر في التيشيرتات، هو بيبقى زي ما هنشوف برضو مع حضراتكم كده اللي هو بيبقى عندي فيه قصة موجودة من حردة الرقبة وليكن هنا او في قصة من هنا وجاي مع منطقة الدراع، بلاقي احيانا في التيشيرتات بلاقي المنطقة دي كده كلها بلون وجزئية الصدر والخلف بلون تاني مختلف. اما الكم الكيمونو فهو بيبقى الكم ملتصق بالجسم على طول، ما عنديش حردة ابط غير الكم الاساسي خالص او التركيب اللي هو القطعة واحدة زي ما حضراتكم عارفين هنا بيبقى فيه حردة ابط، تمام، بيبقى فيه خط خياطة بركب فيه الجسم مع جسم البلوزة او جسم الكورساج مع الكم، فده التركيب. اما الكيمونو اللي هو قطعة واحدة مع الجسم بدون حردة ابط، هنا مفيش خط خياطة. كمان عندي زي ما قلنا الكم الرجلان اللي هو بيبقى ظاهر اكتر في التيشيرتات او الملابس الكاجوال، بنلاقي فيه قصة من حردة الرقبة للمنطقة هنا في خط الجنب، بتبقى الجزئية دي كده كلها
دي الكم بلون، والجسم الخاص بالتيشيرت نفسه بيبقى بلون تاني. بقدر برضو استخدمها في الملابس السواريه، بتديني برضو تأثير جميل جدا لو عملتها بلوزه على جيب قصيره او ايا كان، البنطلون او ايا كان بقى النوع اللي انا هلبسه، برضو بتبقى شكلها لطيف جدا. في عندي كم رابع او نوع رابع، هو الكم القطعتين او الكم الخاص بالتيرات او البدل الرسميه، وده عباره عن كم من قطعتين، قطعه علويه بتبقى هي الجزء الاكبر، وعندي قطعه سفليه بنقدر ان احنا نركبها، بيبقى فيه خط خياطة عندي بدل ما هو في النهاية هنا، لا بيبقى عندي خط خياطة من هنا وخط خياطة من هنا، بنشوفه أكتر في البدل الرجالي والتيرات الحريمي اللي هي الملابس الرسمية، يعني اللي هي بروح بيها يعني لقاء، بروح بيها هقابل في تقديم سي في بتاعي أو أيا كان اللبس الفورمة زي ما بنقول. يعني هنتابع مع بعض ان شاء الله خطوة خطوة في نوعية الأكمام الجديدة. احنا عرفنا خلاص الكم التركيب كان بيتعمل ازاي في حلقاتنا اللي فاتت، هنبدأ مع بعض ان شاء الله النهاردة بالكم الكيمونو او الجابونيز. بصوا حضراتكم كده، دي نماذج للكيمونو نفسه اللي هو الخاص باليابان. بصوا حضراتكم من هنا، هنا مفيش خط خياطة، الجسم هنا مرتبط مباشرة مع الكم بتاعي، يعني هنا مفيش خط خياطة، مفيش حردة قبط، كله قطعة واحدة. الشكل اللي تحت ده يعني دي اشكال او نوعيات، انا اللي يهمني الجزئية هنا او مكان التصاق او ترابط الكم مع الجسم، ان هنا مفيش خط خياطة، الجسم مع الكم قطعة واحدة. ده في الحريمي، بصوا حضراتكم ده في الرجالي، ده كيمونو رجالي، هنا مفيش خط خياطة، كله قطعة واحدة. تمام، نيجي بقى لما نيجي نوظفها في الملابس بتاعتنا الحديثة، بصوا حضراتكم هنا كده، هنا مفيش خط خياطة، مفيش حردة قبط زي ما حضراتكم كده شايفين، فده كده كم كيمونو او بنسميه الجابونيز قطعة واحدة. برضو حابة ان انا اعرف انا هنا صرفت بنسة الصدر بتاعتي فين، باعتبار ان الموديل قصادي، انا هنا صرفت بنسة الصدر عندي في الامام في حردة الرقبة الامامية، فادتني الكشكشة زي ما حضراتكم شايفين كده، انا ما قفلتهاش، انا استخدمتها في ان انا اعمل الكشكشة اللي عند منطقة الرقبة، ادتني توسيع وانا المها في الكول اوفيسي زي ما حضراتكم شايفين. يبقى انا برضو المنتج بتاعي ده اقدر استغله ان انا انفذه بتصريف بنسة الصدر الأساسية في حردة الرقبة الأمامية، واسيبها زي ما هي واعمل لها كشكشة واركبها او اربطها بالجسم عن طريق الكول أوفيسي زي ما حضراتكم شايفين. والكم بتاعي زي ما حضراتكم هنا شايفين مفيش هنا خط خياطة، هو مرتبط بالجسم على طول، ده كده الكم الكيمونو زي ما احنا ما بنقول. ده برضو شكل تاني للكم الكيمونو زي ما حضراتكم كده شايفين، مفيش هنا خط خياطة، مفيش حردة قبط، فده كده بالنسبة لي ده الكم الكيمونو او الجابونيز. نيجي نشوف بقى مع بعض خطوات الرسم، نبدأ كده مع بعض. بنقول اول حاجة يعد النموذج الاساسي لكورساج الامام، يبقى انا لازم عندي يكون الكورساج الامام اللي احنا رسمناه، فانا برسم باخد الجزء الخاص بالامام اللي هو بالمنظر ده، حردة رقبة، بنسة صدر، كتف، حردة قبط، جنب، ونهاية المنتج بقى بتاعي سواء انا هعمله لحد الوسط او منطقة الخصر او لتحت حسب طبعا الرغبة، وادي خط نصف الامام بتاعي، ده كده انا عديت الكورساج الخاص بالامام وفصلته عن الخلف. هاجي بعد كده يعد النموذج الاساسي لكورساج الخلف، يبقى انا كده عديت الامام وهاجي دلوقتي اجهز الخلف، برضو فصلته عن الامام، ادي حردة الرقبة الخلفية، ادي الكتف، حردة القبط، خط الجنب، وخط منتصف الخلف، ونهاية المنتج بتاعي سواء عند الخصر او لاسفل على حسب الرغبة زي ما احنا متفقين. وطبيعي لازم نراعي ان كورساج الامام يكون نفس طول كورساج الخلف عشان لما اجي اجمع الاجزاء بتاعة المنتج مع بعض ما يكونش عندي فرق للطول. نيجي بعد كده بيقولي يعد النموذج الاساسي للكم اللي هو القطعة الواحدة اللي هو الكم الاساسي التركيب اللي احنا
اشتغلناه في حلقاتنا اللي قبل كده، هرسمه وبعد كده يقلل اتساع، يعني نقلل اتساع الكم عند الرزق اللي هي منطقة الاسورة اللي موجودة عندي هنا، بقلل حجمها. منطقة الرزق هي منطقة الاسورة، بدل ما الكم بينزل على اتساع او على الخط المستقيم بتاعه، انا بقلل حجمه، بقلل من الجنبين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، مقدار 3 سنتي من كل جنب. طبعا ده حسب الرغبة او حسب الموديل اللي احنا هنشتغل. نيجي نشوفه كده مع بعض. ده النموذج الاساسي للكم التركيب على الخط المنقط الخارجي ده، تمام. احنا هنا قللناه، قللناه زي ما حضراتكم كده شايفين من منطقة الامام، دخلنا لجوه مقدار 3 سنتي، ونفس الحكاية من الخلف، دخلنا 3 سنتي وعدلنا ان احنا وصلنا من النقطة الجديدة للدوران الكم بتاعي، ونفس الحكاية في منطقة الامام. يبقى انا كده قللت اتساعه من عند منطقة الرزق. هاجي بعد كده بنقول في الكورساج بقى، في منطقة الكورساج لازم اخد بالي من النقطة دي، بيتم تنقيس مقدار او تقليل مقدار 1 سنتي من خط كتف الامام، 1 سنتي من خط كتف الامام واضافته لكتف الخلف. ازاي الكلام ده؟ بصوا حضراتكم كده معايا، ادي الكورساج الخاص بالامام، وادي الكورساج على شمالنا اهو الخاص بالخلف. هنا بيقول لي عند خط الكتف عايزين ننقص او نقلل مقدار 1 سنتي، يبقى انا نزلت من الكتف في نهايته عند حردة الابط، هنزل لتحت مقدار 1 سنتي، ونفس الحكاية من بداية الكتف 1 سنتي، واشد خط جديد. يبقى انا عملت تعديل لخط الكتف. ازاي؟ ان انا قللته. طيب الواحد سنتي اللي انا قللته ده اوديه فين؟ بيقول لي الواحد سنتي ده هنضيفه للخلف، ما هو ده خط الكتف الاساسي بتاع الخلف. انا هنا بقول هنقله، هنقل اللي انا شلته من الامام احطه للخلف. شايفين حضراتكم انا كده من نهاية الكتف الاساسي بتاع الخلف هطلع لفوق، اللي انا بزوده الواحد سنتي، ومن عند حردة الرقبة الخلفية برضو هزوده الواحد سنتي، وعملت الخط الجديد بتاعي. يبقى انا كده ده تعديل خط كتف الخلف، يبقى كده بقى زيادة 1 سنتي. يبقى انا في الامام قللت 1 سنتي، وفي الخلف زودت 1 سنتي، وعدلت الخط من جديد. شايفين حضراتكم انا هنا برضو لازم اقفل بنسة الصدر الاساسية خلاص، وليكن هصرفها في خط نهاية المنتج بتاعي او الموديل بتاعي، هيبقى معايا بالمنظر ده. انا لما قفلته وشلت الواحد سنتي بقى بالمنظر ده، ما انا قصيت بقى على خط الكتف الجديد، فبقت الحردة بتاعتي زي ما انتم شايفين لو تراعوا كده، حردة الرقبة الامامية هنا بصوا كانت طويلة من هنا شوية، هنا قصرت معايا اهي. انا كده شلت على الواحد سنتي وقفلت بنسة الصدر الأمامية واتنقلت في نهاية المنتج بتاعي خلاص. دي التعديلات اللي أنا عملتها لما نفذتها فعلا على الورق الخاص بالبطرون بتاعي. طيب وفي الخلف نفس الحكاية، أنا زي ما عملت اتصرفتها في بنسة الصدر، صرفتها في نهاية المنتج بتاعي، نفس الحكاية عملتها في منطقة الخلف، صرفت بنسة كتف الخلف في نهاية المنتج عشان تديني نفس تعادل الاتساع اللي حصل في الأمام زي ما احنا قلنا، عشان ما يحصلش دروب عندي، ما لقاش الامام الجزء الخاص بالامام متسع جدا والخلف على حجمه اللي كان عليه. طب ما انا كده البلوزه بتاعتي او المنتج بتاعي هلاقي ان منطقه الجناب بتاعته بترمي معايا لورا، الامام بقى كبير جدا عشان اتصرفنا في نهايه المنتج، فبقى عندي اتساع في الامام. طيب والخلف؟ فبقت الخياطه بترمي من الجنبين معايا على ورا، فعشان خاطر اعادل ده وما يحصليش العيب ده، لان لو حد لقى العيب ده طبعا عمره ما هيشتري المنتج بتاعي او اي حد هيلبسه طبعا، لانه عيب ظاهر جدا. فانا بعادل الاتساع ده ان انا صرفت بنسة كتف الخلف في نهاية المنتج بتاعي وشقيت عليها، فطبيعي عادل الاتساع اللي حصل في الامام زي ما حضراتكم كده شايفين، وشقينا عليه، قفلنا بنسة الكتف وضفنا لها الواحد سنتي زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. ادي اهي اتصرفت بقى التوسيع معايا من تحت، وادي الواحد سنتي اللي احنا زودناه شلناه من الامام زودناه في الخلف عندي هنا، فبقى المنتج معايا بالمنظر ده. كده بقى جاهز معايا كورساج الامام وجاهز معايا كورساج الخلف. طيب في الكم بقى بيقول لي يتم تحريك خط منتصف الكم مقدار 1 سنتي جهة الامام. ازاي الكلام ده؟ بصوا كده معايا، انا ده كان الكم الاساسي بتاعي،
اللي احنا عدلنا فيه وضيقناه مقدار 3 سنتي. طيب انا عندي هنا خط نصف الامام، سوري، خط الفاصل او خط منتصف الكم بتاعي اللي هو الفاصل بين الامام والخلف اللي هو ده على الشمال، بيقول لي احنا عايزين نحرك 1 سنتي جهة الامام، اهو نقلته من هنا في الشمال اهو نقلته يمين قد ايه، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا 1 سنتي من تحت و1 سنتي من فوق عشان اتاكد ان المسافة بتاعتي ثابتة، وعملت خط منتصف للكم جديد خالص. يبقى هو ده معايا خط منتصف الكم بتاعي، تمام. انا كنت عايزة نراجع كده مع بعض، احنا في بداية حلقتنا عرفنا أهمية مجال الملابس الجاهزة وإزاي أحاول أستفيد منه في سواء كان للطلبة والطالبات في فترة الأجازة بتاعتي أو لربة الأسرة إزاي تستفيد منه في الأسرة بتاعتها، أو لو حد حابب مجال الملابس بوجه عام وهو في اتجاه تاني خالص سواء كان دراسته أو شغله فيقدر يغير الكارير بتاعه أو المجال بتاعه من خلال تعديلات بسيطة في الكورساج أو في الباترون الأساسي، أقدر اعمل موديلات مختلفة للبلوزة الحريمي عن طريق تصريف بنسة الصدر في عدة اماكن زي ما اتفقنا ان هم كانوا 7 تصريفات، 6 منهم بيتموا بطريقة واحدة، والبنسة الاخيرة اللي هي البنسة الفرنسية هو كان في تعديل بسيط بس فيها او تغيير فيها واحد مختلف، ان انا بقفل بنسة الصدر وبنسة تقسيم الخصر مع بعض وبيتعوض عنها بتتنقل البنستين في مكان البنسة الفرنسية فبيكون حجمها أكبر بتديني شكل موديل مختلف. وعرفنا برضو الأماكن المختلفة لتصريف بنسة كتف الخلف، إزاي برضو أقدر أستخدمها، إزاي أقدر أعمل بنسات تناسب الأمام مع الخلف سواء كنت لو هستخدمها في نهاية المنتج بالذات لعمل التوسيع في نهاية البلوزة بتاعتي لو أنا حابب، إزاي أقدر أستخدم تصريف الرقبة أو نقل البنسة الأساسية لحردة الرقبة علشان خاطر أقدر أعمل نظام الكشكشة الموجود هنا أو الكسرات أو أيا كان بتعديلات بسيطة خالص، إزاي أقدر أصرف بنستين مع بعض في مكان في مكانين البنسة بتاعت الصدر في مكانين مختلفين، ان انا اعمل قصة البرنسيس اللي هي من حردة الابط او قصة البرنسيس اللي هي من الكتف، ازاي اقدر برضو اصرف البنسة في اكتر من مكان وعلى اساسها بعمل تسطيح للبلوزة بتاعتي وبيكون اللي هي النظام الكاجوال اللي متعارف عليه. برضو ابتدينا نعرف ازاي اشغل او استخدم موديلات جديدة او عمل بلوزات جديدة بنوعيات مختلفة من الامام، وكنا عرفنا قبل كده الكم الاساسي بتاعنا بيتعمل ازاي، وابتدينا نشرح في خطوات كده بسيطة ازاي انواع الاكمام بوجه عام سواء كان الكم الكيمونو او الكم الرجلان او الكم القطعتين اللي هو الخاص بالتيارات، وابتدينا بخطوات بسيطة للكم الكيمونو وعرفنا ازاي اقدر اعمل تعديلات مبدئية على الكورساج سواء كان الامام او الخلف وعلى الكم، وإن شاء الله في حلقتنا اللي جاية نكمل مع بعض باقي خطوات تركيب الكم الكيمونو، وإلى اللقاء على وعد قادم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله.